المقدم الرهن عبد الله بن شعلون قائد كتيبة المدن 1014 مدخل. أولا تقدم بالشكر الكثير والامتنان للملك سلمان بما قدمه للشهداء الإكرامية السامية التي قدمت الأسر وأهالي الشهداء الذي نيابة عنهم نشكر ونفتخر بما يقدموه ذلك لتشجيع أسر الشهداء وتشجيع كذلك الأفراد والجنود والضباط الذين موجودين في الجبهات، فهي تعتبر الوسام الشرفي وكذلك لما يقدمون الجرحى في الشرورة أو في جميع المستشفيات وما يقدمون من معاونة. نشكرهم الشكر الجزيل، والأمور تمشي على ما يرام ويتم الآن صرف استحقاقات الشهداء ولا يتم صرفها إلا لأسر الشهداء بموجب وكالات وحصر الورثة، وكالات شرعية معمدة وموثقة ولجان دقيقة جدا، ونشكر القائمين عليها وشكرا.